مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي فايستي دوجي NFT؟ ما هي ميزات فايستي دوجي NFT؟ ما هي فايستي دوجي NFT؟ هي قطعة مجزأة من مزاد دوجي NFT الأصلي على زورا باستخدام ارت فراكشنال زد. فراكشنال هو بروتوكول لا مركزي، حيث يمكن لمالكي NFT سك الملكية الجزئية الرمزية لـ NFTS الخاصة بهم. ما هي ميزات فايستي دوجي NFT؟ من خلال فراكشنال سيصبح من السهل شراء والاحتفاظ بنسبة مئوية من NFT. يتيح ذلك للمستخدمين الذين تم تسعيرهم مسبقا من بعض NFTs او الفنانين مثل BEE PLE ان يكونوا قادرين على شراء قطعة من عملهم. يتيح تجزئة NFT لحامل NFT القدرة على رؤية بعض السيولة من اصوله دون بيع القطعة باكملها. الى جانب NFTs الفريدة، سيتمكن المستخدمون من تجزئة مجموعات كاملة من NFTs واصدارها تحت رمز ملكية جزئية واحد. نسعى لنقل اخر اخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.